الحمد لله خير خير. طب ما تقول لي انا طعمها وانت جاي. اي محل طعمها. اي واحد. يا باشا عندك الريف الساخن، عندك الاهرام، عندك شبراوي. اقرب واحد فينا اللي هو عند عظم شنر بشير، مركز صحي بتاع مغولينا. دلوقتي لا طعمية بس. ماشي اوكي ماشي يا حبيبي. تسلم تسلم. حلوة بص عملت ده تيك توك. يبقى اللي وصل ده له وصل دلوقتي اهو. والله كده عندك على جهاز ده غير لما يقع عمال يتحرك. طب استنى يا معلم. 19 عجبتني. طيب انا هعمل واحد جديد وابدا اشتغل تاني. ماشي عارفه. يلا معايا ودينا بقى. ده عملها لي بالالوان. كل مره ترسم شكل وتعمل الالوان بقى. يلا اصفر. ارسم بقى اللي احنا اتفقنا عليها ديت. الرابطة دي؟ لا اللي تحتيها دي. اللي تحتيها الترس اللي تحتيها. لا تمام. هتحطه فين بقى؟ حطه في حتة عالية، واحدة من اللي فوق دول. هنا واللي بيعمل يجي ورايا. ارسم مثلا دورية كده اهو، ده ترس اهو، ونرسم ترس تاني هنا. نوصلهم بقى ببعض. هتوصل بأني أداة؟ دي. طيب يلا. أوصل. شدها لحد هناك بقى. أوه تعملها لي؟ لا ارسمها تاني، ارسمها تاني. من الدورية دي للدورية دي. الترس ده للترس ده. ارسمها مرة واحدة. دوس. أيوه. ايوه تمام. شغل بقى كده عشان نشوف هيحصل ايه. ماشي تشوف بقى. الحاجات وقعت بس دول ايه ممسكين. طيب بص يا مس وقف. انا قاعد في فكره. وقف يلا ورينا تعمل ايه. يلا ارسم بقى الشكل هنا بابا. سيبنا انا هاي. حاضر. اللي جنب ارسم ترس فوق اللي فوق. ايوه بص عشان ترسم ترس ممكن ترسم زي دورية كده هنا. ابا حتى انا عايز ارسم ترس. يلا ارسم ترس بقى. شوف عايز ترسم ترس فين. ارسم حاجة دورية يا معلم لحد ما حد ترس دي. ايوه صح ترس اهو. دلوقتي ايه اللي جاب دي تاني؟ انا هجيبها حلوة. ايوه اربطها بالترس شغل كده. نشوف بقى هتقع واحدة ولا مش هتقع. بص ماسكاها الترس ماسكها.
دي مسكاه.